السلام عليكم. غادي نحضر واحد الوجبه خفيفه ديال صدر الدجاج بالفلفل. كنحتاجو فيها صدر الدجاج قطعته هكا طول، الفلفل شويته وغسلته، عندي هنا قياس معلقه ديال الزعتر، عندي البزار، الملح وزيت الزيتون. كناخد شويه ديال زيت الزيتون، كنزيد شويه ديال الملح، شويه ديال البزار، بعد ما تحمرت غادي نزيد قياس معلقة ديال الماء ونخليها طيب. وراه غادي نخفيها ونقص ونخليها طيب. كنخليها لواحد 5 دقايق وكنشوف. كنزيد شويه ديال الزعتر، غير شويه، نزيد واحد شويه ديال زيت الزيتون، صافي وكنفيها. الطبق ديالي ديال الدجاج واجد ساهل ومفيش بزاف ديال المكونات.